مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، سعد الله أوقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقلنا للدرس الثامن واللي هو إعدادات إعلانات ستارت أب. طبعا إعلانات ستارت أب مش موجودة بالخطة المجانية، لذلك أنا انتقلت للخطة المدفوعة عندي في موبيزي عشان أشرح عن ستارت أب كيف تجيب أي دي أو إعلانات ستارت أب. أنا شرحها عندي بالقناة بشكل موسع، ولكن أنا كدرس سريع سريع. تمام، اول شيء بدك تجيب ستارت اب اب اي دي، بتروح على موقع ستارت اب وين انا فاتحه نياته، بتعمل اد نيو اب، بتضغط هون كليك هير، بتسمي تطبيقك. احنا شو كنا عاملين؟ تطبيقنا رمضان كريم يجمعنا، تقول له اندرويد، تحط اد اب هي. شفتوا هذا الكود صديقي؟ هذا نفس ما هو، بتروح على موبيزي وبتضيفه هون. خلينا نضيفه اللي هو 202-75-3139، وبتعمل شو أهم شيء اللي هي هاي الحفظ. انت هيك خلص صار عندك ضفت اعلانات ستارت اب. تمام، خلصنا من اعلانات ستارت اب، ننتقل للدرس اللي بعده، الدرس التاسع بإذن الله تعالى.